عالية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية. كف
عن ممارسة وحشيتها ضد الصحراويين والتدخلات الهمجية التي ما فتئت أن تمارسها ضد الصحراويين سواء بالمدن الصحراوية المحتلة أو بمدن جنوب المغرب أو في المواقع الجامعية. يعني نجد أن تدخلات يعني سجلت عدة تدخلات بطنطان بقليمين بآسة بمحمد الغزدان بإيفني كما كذلك بغيون والسمارة والداخل وبجدور. فالجماهير الصحراوية تتعرض لتنكيل ولحملة قمعية غير عسكرية مفروضة على المنطقة منذ أزيد من 3 عقود. إذا نطالب مجلس الأمن الدولي ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل حماية الصحراويين، كما نطالب كذلك بإيجاد وتوسيع بعثة المنورس تشمل مراقبة الإنسان والتقرير عنها. السلام عليكم. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر سينكسر أنا يا ريت.